تتواصل أشواطنا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تتواصل وتنطلق لتحمل لنا هذه التحديات وهذه الانطلاقات الجميلة من ميدان دستور في المرموم. في هذه الانطلاقات وتحديات شوطنا السابع في تعداد أشواطنا العشرة، الأشواط المقامة في هذا المساء لسن الحقائق، حقائق أصحاب السمو الشيوخ. وهذه انطلاقة الشوط السابع الخاص بالإبكار، نسير مع مقدمة الشوط وهذه هملولة تتصدر الإبكار وتتقدمها بجدارة جميلة ورائعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في عملية تضميرها، بينما تأتي في المركز الثاني هناك المركز الثاني الفارسة تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها علي بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز الثالث في هذه اللحظات امسكت على ثالث المراكز ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، تندفع على المركز الثالث والمركز الرابع. انا التواجد لرابع المراكز 25، بشوف هناك رقمها 26 غير مدونة في الكشف. عموما على كل حال بنعود هناك الى المركز الخامس في هذه اللحظات، والمركز الخامس هذه ملوح تأتي في المركز الخامس. عموما على كل حال بنعود الى المركز السادس الشاهينية، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني. والمركز السابع هناك الوصول في هذه اللحظة من قبل الظبي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير يتولى تضميرها في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، هذه التواصل والتحدي من هذا الشوط من هذا الاندفاع. مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود الى مقدمة الشوط، نعود الى المركز الاول اللي تنطلق في هذه اللحظات وفي هذا التحدي وتقود المشاركات وتندفع بالمركز الاول، رقمها 26 وغير مسجلة في معاي في كشف البيان. عموما على كل حال هذه تسيطر على المقدمة وعلى المركز الاول، بينما تأتي مسكتة في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير يتولى عملية تضميرها. والمركز الثالث هناك الدخول مع هذا الانطلاق وهذا الشعار المتألق دائما هنا مع هذه الانطلاقات هملولة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. حمد بن ضعيف بن غدير يتولى عملية تضميرها، غيرت إلى مقدمة هذا الشوط وهناك الوصول في هذه اللحظة في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام، وصلت في هذه اللحظة الشاهينية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني سالم بن عامر المدهوشي. وهناك ايضا تواجد لليازي الجازي 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 لسمو الامير عبد الله بن سعد ال سعود راشد بن طالب بن شريف يضمرها. ولكن خلنا نعود هناك مع المراكز المتقدم مع المركز الاول. يا سلام يا سلام، شوف التحرك، شوف التفوق، شوف التألق لهذا الشعار، شوف. يا سلام، اشكرك المهندس، اشكرك المهندس، مهندس المضمرين، ما ما شاء الله، تألق جميل. والمرة السادسة على التوالي، تهانينا، ما شاء الله تبارك الله على هذا الشعار وهذا الأداء. تهانينا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد على هذا الفوز وعلى هذا التألق، شكرا شكرا وتقدير على هذه المحافظة وعلى هذا الأداء الجميل لحمد بن ضعيف بن غدير على هذا الأداء والانطلاق الجميل. المركز الثاني الشاهينية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني. والمركز الثالث وصلت فيه لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم. بقية المراكز لجنة خط النهاية لها متابعة في البقية، تهانينا وناموس لجميع الفائزين في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة.